السلام عليكم أيها الشعوب العربية. هذه بالنسبة لموضوع في القدس العربي اليوم بتاريخ 3 أيار 2017. أنا منذ قليل تكلمت على موضوع تقسيم تركيا وإيران وإدخالهم في معمعة بالحرب الكورية الشمالية، فأرجو أن تسمعوا ذلك الفيديو مع هذا الفيديو. الصين تطالب بتعليق فوري للعمل بالدرع الصاروخية الأمريكية في كوريا الجنوبية. بكين ألف باء. طالبت الصين أمس بتعليق العمل فورا بالدرع الصاروخية الأمريكية ثاد في كوريا الجنوبية، وذلك غداة إعلان واشنطن أن المنظومة أصبحت عملانية إزاء التهديد الكوري الشمالي. واتفقت واشنطن وسيول في تموز الماضي يعني على نشر منظومة ثاد على خلفية التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، لكن نشر المنظومة أثار استياء الصين التي تتخوف من أن ذلك سيضعف فعالية أنظمتها الصاروخية البالستية، مؤكدة أنه يهدد أيضا الاستقرار الإقليمي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ أمام الصحفيين: نحن نعارض نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية وندعو الأطراف إلى وقف هذا النشر فورا، وسنتخذ بحزم الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا. وما زاد الأمور تعقيدا إعلان دونالد ترامب المفاجئ بأن على كوريا الجنوبية أن تدفع ثمن نشر المنظومة التي تتكلف مليار دولار. وردت سيول أن الاتفاق المبرم مع واشنطن يقضي بأن تؤمن كوريا الجنوبية الموقع لنشر ثاد في حين تدفع الولايات المتحدة ثمن نشر المنظومة وتشغيلها. المهم يعني أنا بدي أقول لكم أن هدول الكوريين هم آبائهم وأجدادهم التتار الذين جاءوا إلى بلادنا. فالتتار والمغول هم من كوريا الشمالية والجنوبية، بس للتاريخ، لمعرفة التاريخ، وهن اللي حكموا الهند ووصلوا إلى بغداد وحكموا أيضا المناطق التركية. ولذلك الأتراك والسلاجقة والعثمانيين تعلموا كيفية القتال وضرب الرماح على الخيل من التتار، وهكذا العثمانيين استطاعوا أن يتدربوا والسيطرة على أوروبا وعلى الدول العربية. بس مشان تعرفوا يعني هذا التاريخ، يعني ال 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 هذول الكوريين يعني أقوياء مثل العثمانيين والأتراك، واستعملوا الأتراك بالحرب تبع الخمسينات تقريبا. يعني 100,000 تركي راح دافع عن كوريا، فالأمريكان بالناتو أخذوا الأتراك ودافعوا بكوريا. على كل حال اسمعوا الشريط الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.